طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي لحظات وصول فرقه النادي الاهلي او الاتوبيس الاول لفرقه النادي الاهلي لملعب المباراه. ده بيتهيألي وليد اللي لابس الماسك وكابتن حمدي فتحي. وبالمناسبه التشكيل اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه، كابتن ايمن اشرف، اجاي جونيور، غالبا ده مصطفى شوبير، وغالبا طبعا الوجوه الجديده دي الخمس تشكيل اللي تم تصعيدهم للفريق ده. ديانج اليو ديانج معانا يا احمد مراسلنا من الملعب شريف شعبان. مساء الخير عليك يا شريف. كابتن عربي بدر، مساء الخير ساره، مساء الخير احمد، مساء الخير يا شريف، كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. شريف، يمكن انت بتكون بنلعب الاهلي والسلام. اتفضل يا شريف، اتفضل. احنا عايزين التشكيل بس في الاول عشان وقتنا يا شريف، لو التشكيل معاك او تم التشكيل تم الاعلان عنه بشكل نهائي. التشكيل زي ما انفردته وقلته منذ قليل رسميا، طبعا في حراسه المرمى هيكون علي لطفي، قدامه اثنين سردباكات، ايمن اشرف ومحمد هاني، على اليمين هيكون الناشئ طبعا العربي بدري، وعلى الشمال هيكون احمد فتحي، اثنين ديفندرين حمدي فتحي واليو ديانج، في الامام ثلاثه، على اليمين حسين الشحات، وليد سليمان رقم 10، على الشمال اجاي وراس حربه مروان محسن. يمكن بدلاء النادي الاهلي اليوم محمود كهربا، صالح جمعه، عمرو السوليه، قفشه، شادي رضوان الصاعد الواعد، محمد المغربي ايضا الصاعد الواعد، محمد شكري ايضا الصاعد الواعد، محمد فخري ايضا الصاعد الواعد، ومصطفى شوبير في حراسه المرمى. ده التشكيل طبعا اللي اعلنه منذ قليل مستر موسيباني المدير الفني للنادي الاهلي. يمكن الاهلي وصل منذ لحظات الى استاد الاهلي والسلام، ومباراه هتكون في الثامنه مساء طبعا على هذا الملعب اللي كله اشاد به. منذ قليل كان في وفد من الاتحاد الافريقي اشادوا جدا بملعب الاهلي والسلام، بالتوفيق باذن الله النهارده للنادي الاهلي، ويكون ثلاث نقاط تضاف الى رصيد النادي الاهلي. معاك لو في اي استفسار. طب شريف، انا كنت بسالك، انا يمكن من لما بدات بقى تتابع التدريبات تحت قياده موسيماني، شايف ايه وانت على طول موجود في التدريبات، شايف ايه المختلف عن اللعيبه وقت قياده فايلر او كده، ايه المختلف في التدريبات؟ المختلف من اللحظة الأولى إن محاضرات فايلر كانت في قبل المباراة بيوم، بيبقى في محاضرة فيديو كانت يعني مع فايلر كان 10 دقايق ربع ساعة بالكثير، مع موسيماني ساعة ما تقلش عن ساعة. يوم المباراة فايلر كان قبل التحرك على طول بيبقى عامل محاضرة الساعة 6، والتحرك بيبقى 6 و10، بتتكلم 5 دقايق 7 دقايق بتكون المحاضرة. موسيماني القصة مختلفة معاه، 35 دقيقة أقل حاجة يوم الفندق، ده على الجانب المحاضرات. في الملعب بقى القصة مختلفة خالص، في الملعب هو بيوقف الفرقة اللي هيلعب بيها قبل المباراه، يمكن زي تمرين امبارح، وبيبدا يوجه اللعيبه تتحرك ازاي، تستلم ازاي، تسلم ازاي، التحرك بدون كره ازاي، بسايب حاجه للظروف. يمكن المترجم الدكتور عمرو محب على طول معاه علشان يوصل رساله، لو اللعيب مش عارف يجيد الانجليزيه بطلاقه فيعرف يوصل له الرساله. هو ده اللي بيختلف عن فايلر. فايلر كان بيشتغل نفس الشغل ولكن مش بالتركيز قوي دوت، او مش بالمده الطويله قوي ديت. الراجل مهتم ان يوصل كل معلومه او يصلح كل غلطه اول بأول، مش بيستنى لحد بعد المباراة عشان يصلح، لا بيصلح في لحظتها. ده المختلف ما بين مستر موسيماني وفايلر طبعا، ده إلى الآن يعني. شريف، بشكرك شريف شعبان، شكرا جزيلا طبعا زميلنا شريف شعبان من ملعب المباراة.